مساء الخير على كل مشاهدي برنامج التحدي من قناة الصحة والجمال. أحب طبعا بما إن النهاردة أول يوم النهاردة في 2020 أقول لحضراتكم كل سنة وأنتم طيبين والشعب المصري كله بخير وسعادة، ويا رب دايما كده إن نكون السنة الجديدة فيها أفراح وفيها ابتهاجات وفيها كل حاجة حلوة إن شاء الله. أحب طبعا أشكر النهاردة كل من وزاره الداخليه وقوات المسلحه والقضاء واقول لهم كل سنه طيبين وانتم بتعملوا حاجات كويسه جدا جدا وحاجات مشرفه، ويا رب دايما كده نكون في تقدم الازدهار. وبحب طبعا يعني انا من النهارده من خلال البرنامج كمان عايز طبعا اقول لكل عائلتي كل سنه وانتم طيبين، والدي والدتي واخواتي وجميع الاسره كلها اقول لهم كل سنه وانتم طيبين وبخير وسعاده، ويا رب دايما نكون مع بعض كده ان شاء الله. وطبعا برضو احب اهدي خالص التهاني ليا، احب طبعا لكل الامم العربيه لكل الدول العربيه ولكل الناس وكل حبايبنا وكل اصحابي وكل الناس اللي انا بحبها وجميع الدول العربيه، يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه يا رب. حلقتنا النهارده هتكون حلقه هنفاجئكم بيها جدا جدا، لان هتكون حلقه من العيار الثقيل زي ما بيقولوا عليها كده. النهارده هتكون حلقه فنيه، بعدنا طبعا عن الطب وبعدنا عن المشاكل وبعدنا عن الكلام ده كله. النهارده هتكون حلقتنا حلقه جميله جدا جدا، هنتكلم فيها عن الفن والطرب والكلام الجميل. بس طبعا قبل ما ابدا حلقتي النهارده احب طبعا ارحب بزميلتي ميسه جمال واقول لها كل سنه وانت طيبه والاسره كلها بخير وسعاده. كل سنه وانت طيب يا رمضان، وكل سنه والشعب المصري بخير دايما كده يا رب، وربنا يجعلها سنه سعيده علينا ان شاء الله. وكل حد اتمنى امنيه في 2019 وما اتحققتش ان شاء الله في 2020 تتحقق له باذن الله. الحقيقه النهارده زي ما زميلي رمضان قال معانا حلقه مميزه جدا جدا، حلقه من العيار الثقيل. النهارده معانا ومعاكم المطربه الجميله الرائعه الصوت الجبار بمعنى الكلمه، معانا ومعاكم انغام بطوع. اهلا بيكي انغام، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. كمان الحقيقه بشكر العازف المتميز استاذ اشرف عبد الرؤوف. اهلا بيك يا استاذ اشرف، عامل ايه؟ كمان ما ننساش نشكر الرسام يوسف. اهلا بيك يا استاذ يوسف، عامل ايه؟ الحمد لله استاذ، كل سنه وانت طيب. اه حضرتك بصحه والسلامه. انغام عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، كل الناس بخير يا رب. سنه سعيده على الجميع يا رب. يا رب كل سنه سعيده علينا وعلى الامه الاسلاميه كلها خير يا رب. وان شاء الله طبعا نستمتع النهارده بالحلقه الجميله إن شاء الله. والشعب المصري كله يستمتع معانا ان شاء الله. واحب طبعا برضو اشكر برضو الاستاذ الجميل الاستاذ اشرف عبد الرؤوف اللي هو منورنا وشرفنا النهارده، وان شاء الله تكون حلقه جميله. وطبعا برضو مش عايز انسى حبيب قلبي يوسف الرسام، الشخصيات الجميله الشخصيات المحترمه اللي انا بحبها جدا جدا، وان شاء الله تكون حلقه جميله ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لي انغام بقى، مين اول حد اكتشف الصوت الجبار بتاع انغام؟ اول حد ماما وبابا، يعني انا ماما بتغني اصلا كانت مطربه، فانا يعني اللي هو جينات بقى طلعت لقيت نفسي صوتي حلو، فبدات من وانا عندي يعني 10 سنين بدات اغني في البيت واقول لبابا انا صوتي حلو عايز اغني، ف اللي هو مش مهتم. بعدين اخذني وداني قصر الثقافه، كانت بدايتي من هناك، بدايتي من قصر الثقافه ما شاء الله. بدات بقى قصر الثقافه، وبعد كده بقى الموضوع اتطور معايا ان انا بقيت اعمل حفلات وافراح ولحد الكليب. ليكي كليبين مشهورين جدا اللي هو جواك شيطان والاسد. الاسد اشتهرتي بيهم جدا جدا، يعني دول مسمعين جامد جدا. أيوة. تقولي لنا دلوقتي اغنيه منهم. هقول دلوقتي نقول طب خلينا نختم بالاسد الاخر. طيب يعني نختم بالاغنيه. بس هنقول دلوقتي حاجه يعني لام كلثوم. طيب خلاص.
لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان. لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان، ولا نظرة توصل الشوق بالحنان. لسه فاكر كان زمان، يا الزمان لسه فاكر كان زمان. وانت تحلالك دموعي وهي عمري، كانت الايام في قلبي دمعة بتجري وانت تحلالك دموعي وهي عمري. حاجه جميله كده، وربنا يوفقك يا رب كده. بشكرك والله كده من الاستاذه انغام، يعني من الحاجات الجميله والمواهب ان شاء الله اللي هيكون لها دور كبير قوي 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 ان شاء الله على الساحه. عايزين نعرف بقى من يعني عايزين نعرف القصه بقى اول ما بداتي
وقصة الكفاح اللي انت قابلتيها، عارفين طبعا لأي حد بيحب يوصل لهدفه لازم يقابله قصة كفاح كبيرة قوي قوي عشان يوصل للحاجة اللي هو فيها دي. قصة كفاح عمرها 15 سنة، يعني بقالي 15 سنة بغني، توقفت شوية لظروف وبعدين رجعت تاني. أول ما رجعت بقى نزلت تاني حفلات وأفراح، وبدأت بقى أدور أعمل إيه، الناس تشوفني إزاي وتعرفني إزاي. ما فيش يعني، الموضوع مش سهل زي ما أنا كنت متفهمة. ما فيش، اخترت بقى غير إن أنا أنتج لنفسي، قلت أنتج عشان الناس تشوفني، ما أنا مش هفضل أغني في أفراح وحفلات وبرضو يعني الساحة ما شف يعني مش قوي. فأنتجت لنفسي الأغنيتين دول وفضلت بقى مستنية عشان أشوف بقى إيه رد. الرد فعل الناس كان حلو قوي، أنا كان هممني قوي رد فعل الناس أهم حاجة. سمعت فعلا الأغاني؟ رد فعل الناس كان حلو قوي، عجبت الناس الأغاني، صوتي الحمد لله يعني ببقى مبسوطة قوي لما بيعجب الناس. ف هي دي بدايتي، ودايما كنت بتمنى بقى ان يعني اشوف بقى الاغنيتين دول هيودوني بعد كده فين، قاعده بقى مستنيه اشوف هروح بيهم فين. طب عايزين نعرف من طبعا كل المطرب طبعا يعني بيحب الناس تسمعه كتير، بس اكيد برضو الواحد بيكون في حد معين كده هو برضو بيحبه كان قديم او جديد، فانت عايزين نعرف برضو مين الحاجات القديمه او الجديده من المطربين يعني اللي انت بتحبيهم. انا بحب طبعا السيده ام كلثوم، طبعا فايزه احمد جميله جدا طبعا، نجاه، ورده، كل ده انا اتربيت عليه. تمام. يعني مامتي كانت دايما تقعد تغني في البيت كل الاغاني دي، فانا اصلا يعني نشات على ده. طب لو قلنا بقى ان عايزين حاجه جميله كده بقى يعني عشان برضو المشاهدين يستمتعوا، اغني اول اغنيه غنيتها في حياتي وقفت بيها على مسرح. عايزين حاجه اللي هي يعني المشاهدين بقى، بما ان النهارده اول يوم في السنه الجديده فطبعا عايزين بقى الناس تكون مبسوطه معانا، وبما ان النهارده حلقه فنيه يعني كده ونستمتع بقى يعني بوجودك معانا النهارده. اول اغنيه غنيتها كانت اغنيه بتسال لي عليا الفنانه الجميله فايزه احمد، جميله جدا، وكان اول حد يوقفني بيها على مسرح المايسترو مدحت العالم، بحب برضه من خلالكم اوجه له شكر وتحيه. طبعا بنقدم له الشكر. الاغنيه دي عزيزه عليا لاني اول اغنيه قابلت بيها الجمهور. تمام. فبحب اقولها دايما. نسمعها طبعا. ولا تسأل علي
اسهرها لوحدي، سيبني الذكريات وابعد عن حياتي يا اغلى ما عندي، ابعد عن حياتي يا اغلى ما عندي، وابعد عن حياتي، ابعد عن حياتي، لا تبعت سلام ولا تيجي في منام، لا تبعت سلام سلام ولا تيجي في منام، ولا تسأل عليا مالكش دعوة بيا، ولا تسأل عليا علي مالكش دعوة بيا، بتسأل ليه 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 عليا. هايل يا أنغام، هايل جدا. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة. احنا طبعا معانا مفاجأة ليكي دايما بنعملها في البرنامج، الأستاذ يوسف طبعا بيفاجئنا على طول يعني. لا اوعى تقول. اتفضل يا أستاذ يوسف. دي مفاجأة دايما بيفاجئنا، بس مقدمة من البرنامج. دايما الأستاذ يوسف بيفاجئنا على طول كده يعني. بسم الله ما شاء الله، الشخصية المحترمة أوي. اتفضل جنب الأستاذ أنغام. اتفضل يا أستاذ يوسف. الله جمال. واو. اتفضل يا أستاذ يوسف عند الأستاذ أنغام. الله، دي حلو. دي بتاعت اغنيه جواك شيطان. انا خدتها. دي حلوه قوي. تسلم. تعالى يا استاذ يوسف جنب جنب الاستاذه. طبعا الله، ممكن حلوه قوي. جميله جميله، حلوه جدا بجد. تسلم ايدك بجد، حلوه قوي. طبعا انت فنانه، حلوه بجد. ترسم ايدك. ميرسي والله. الله يخليك، شرفتنا طبعا يا فنانه. ميرسي. نشكرك. وعايزين بقى اغنيه نختم بيها كده. ميرسي. جريت بقى جواك شيطان بقى. خلي بالك المايك هيقع. نقول ايه بقى الاغنيه؟ اشوفكم بقى في الحلقه الجايه ان شاء الله، وانصحكم على الاغنيه الجميله. عملوا القرود أبطال، شافوا نفسهم وعملوا فيها أسود، رجع الأسد واتبع المشهد،